إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. إخواني الكرام، حلقة اليوم بإذن الله تعالى هي بعض النصائح العامة في تربية الدواجن، وذلك مع ارتفاع لدرجة الحرارة. وبما أننا مقبلون بإذن الله تعالى على أيام حارة، هذا إن أذن الله سبحانه وتعالى في ذلك، فلنتجنب بعض الأمراض والأخطار التي تلحق بالدواجن جراء ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي للإجهاد الحراري وانتشار العديد من الأعراض والأمراض التي تسبب هلاكهم. فارتأينا أن نلخصها لكم في بعض النصائح العامة، وربما هي معروفة لكن وجب التذكير بها. ويمكن أن يكون الإجهاد الحراري والإرهاق في الدجاج مميتاً إذا لم يتم ضبطه في الوقت المناسب. فما هو الإجهاد الحراري؟ الإجهاد الحراري هو حالة في الدجاج أو الدواجن بصفة عامة ناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة، وخاصة عندما تكون مصاحبة مع الرطوبة النسبية العالية وسرعة الهواء المنخفضة. فيمكن حينها أن يسبب الإجهاد الحراري الشديد انخفاضا في كفاءة إنتاج البيض ومعدلات الفقس، وأيضا يمكن أن يخفض أو يكون هناك شبه حاد في معدلات النمو وزيادة معدلات الوفيات في القطيع. وأيضا يمكن أن يحدث تغييرا في جودة البيض، وقد تلاحظ أيضا بيضا أصغر مما كان ينتجه من قبل. فكل هذه العوامل والعلامات قد يسببها الإجهاد الحراري. وسنذكر أيضا لكم بعض العلامات التي يمكن أن تلاحظها في تصرفاته. فمثلا يمكن أن تظهر عليه علامات الجفاف أو الإجهاد الحراري أو الإرهاق. فأول العلامات هي صعوبة في التنفس واللهث، وأيضا تكون أمشاطه شاحبة أي العرف أو الدلايات. أيضا يقوم برفع جناحيه بعيدا عن جسمه ليتمكن من إدخال الهواء البارد. وأيضا قد يصاب بالخمول وفقدان الشهية، وأحيانا يصاحب ذلك إسهالا، في الغالب يكون لونه أخضر. هذه كلها بعض الأعراض أو العلامات التي تظهر على الدجاج. فإذا أنت أخي المربي لاحظت هذه العلامات، فيجب عليك تدارك الموقف بأسرع وقت تحسبا لأي طارئ. فالإجهاد الحراري يحدث عندما تزداد درجة حرارة الجسم الأساسي للطائر، يعني كما قلنا في السابق، ترتفع إلى درجات حرارة مميتة، وذلك إما بسبب العوامل الطبيعية أو بسبب الكثافة العددية أيضا داخل العنابر، وهذا أيضا من مسببات الإجهاد الحراري للدواجن. فليس بالضرورة أن يكون في الخارج أو أن يكون هناك عوامل طبيعية كارتفاع درجة حرارة الشمس، بل يمكن أن يكون داخل العنبر حرارة مرتفعة كثيرا، وهذا قد يسبب أيضا في الإجهاد الحراري. وأيضا انخفاض وسائل التكييف في داخل العنابر والتهوية، هذه في التربية المغلقة، إذ لا بد من توفير مكيفات الهواء أو فتح نوافذ أو تشغيل المراوح أو خفض درجة الحرارة برش الطيور برذاذ أو ضباب الماء البارد أو أي شيء يمكن أن يخفض من درجة حرارة جسمه. لكن يمكن الانتباه أن مع انخفاض درجة الحرارة يمكن أن ترتفع نسبة الرطوبة، وهذا أيضا يسبب العديد من المشاكل. فالرطوبة الزائدة يمكن أن تكون هي العامل الأساسي وراء العديد من الأمراض والمشاكل التي تقتل الطيور بصفة عامة. لذا يمكن الاستعانة ببعض الأجهزة إما لضبط الحرارة والرطوبة أو لقياسها. فأول الأمور التي يمكن القيام بها هي توفير التهوية كما قلنا سابقا، وخصوصا في العنابر المغلقة. أما في الأماكن المفتوحة فيفضل وضع بعض الأعشاش وزرع الأشجار التي يلجأ إليها الدجاج ليختبئ وليحتمي من حرارة الشمس. ويفضل أن تكون هذه الأعشاش مرتفعة قليلا على شكل سقائف مغطاة. وأيضا لتجنب الإجهاد الحراري عند الطيور يجب أن تتجنب التغذية في وقت الذروة، أي عند انتصاف الشمس في كبد السماء.
ففي هذا الوقت بالذات تكون الحرارة في أعلى مستوياتها، ويفضل تقديم الغذاء صباحا في وقت تكون فيه درجة الحرارة منخفضة، فالطيور في الغالب تكون جائعة في الصباح الباكر، وهذا هو الوقت الأفضل لتغذيتها، ويمكن إزالة العلف نهائيا قبل الظهيرة. يعني هذا دائما نتحدث عن التربية المغلقة، يعني في العنابر المغلقة. أما في التربية المفتوحة فالدجاج حينها يكون في المرعى وهو يعلم أن الحرارة ستؤثر عليه، لهذا السبب يلجأ للأماكن الباردة ليرتاح فيها، لكن لا بد من عدم وضع العلافات والشرابات عرضة لأشعة الشمس، فهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الماء والعلف، وبهذا يؤثر عليه سلبا. ولا بد من تغيير الماء كل ساعتين أو ثلاثة حتى يبقى الماء باردا، ولكي يتمكن الطائر من خفض درجة حرارته، لأن حاجته للماء حينها تصبح ضرورية بحيث يحتاج لكمية مضاعفة أكثر من المعتاد. ويمكن ملاحظة أن الطائر إذا أحس بالحرارة قد ارتفعت في جسمه يلجأ لفتح فمه كما قلنا واللهث، ذلك ليستقبل كمية من الهواء البارد ليخفض من حرارة جسمه، لأن الدجاج لا يتمتع بغدد أو مسام في جلده يمكن أن يتنفس منها، لهذا السبب تجده يفتح فمه ويفرق بين جناحيه، وهذا قد ذكرناه سابقا في بداية الحلقة، وأنا أعيد تكراره لأن الشيء إذا تكرر تقرر. وبالمناسبة هناك بعض الإخوة الكرام يعاتبونني على تكرار الكلام، فأقول لهم بكل بساطة أنا أعتمد في كل حلقاتي على توصيل المعلومة وتأكيدها، ولا أعتمد على كثرة الفيديوهات والحلقات بدون فائدة، لهذا تجدون عددها قليل في هذه القناة، لذلك أنا أعيدها دائما، فكما قلت الشيء إذا تكرر تقرر. على العموم حتى لا نعطي للموضوع أكثر مما يستحق، فهذا هو منهجنا في هذه القناة والحمد لله رب العالمين. نرجع لموضوع الإجهاد الحراري، قلت أن هناك أيضا من يلجأ إلى تغذية الطيور ليلا بعد تشغيل الإنارة طبعا، وهذا في التربية المغلقة حتى يتفادى المربي مشاكل حرارة الظهيرة. أيضا تزويد الطيور بالفيتامينات فهذا يساعدها على خفض درجة حرارتها، ويمكن تقديم إما فيتامينات بيطرية وهذا يكون أفضل، أو تقديم نباتات نيئة، لكن لا بد من الابتعاد عن وضع الماء تحت أشعة الشمس، وهذا ضروري جدا ولا بد من الانتباه منه، وخصوصا إذا كان يحتوي على فيتامينات. إذا كان الماء به فيتامينات فلا يمكن وضعه تحت أشعة الشمس، ويجب تغييره كل ساعتين لأن لونه سيتغير. وأيضا يوضع بعض من كربونات الصوديوم والأحماض الأمينية، هذا يساعد في خفض درجة حرارة الجسم. وهناك العديد من الفيتامينات البيطرية تحت مسميات عديدة لا يمكنني ذكرها هنا، لكن أدعوكم للولوج إلى منتدى القناة، فهناك تجدون بعض من هذه الأدوية التي تساهم في علاج ووقاية الدواجن، ودائما ما أنشر مثل هذه الأمور. مسألة أخرى يا إخواني الكرام هي ضرورة تنظيف المسكن جيدا وجعله يتعرض لأشعة الشمس حتى تكون الفرشة جافة، لكن لا بد من إخراج الطيور من المسكن قبل تنظيفه، لأنه يمكن أن يتغذى الطائر على كل ما يراه في الفرشة، وبهذا يمكن أن تسبب له بعض الفطريات تسمم أو نحو هذا. هذه بعض النصائح البسيطة يا إخواني الكرام أحببت من خلالها أن أوصل لكم الفكرة وأوصل لكم بعض المعلومات التي والحمد لله رب العالمين استفدنا منها في هذا المجال، وهذه خبرتنا البسيطة والمتواضعة. فإلى هنا يا إخواني الكرام انتهت حلقة لهذا اليوم، أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة الصحيحة، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن الشيطان، والله الموفق لكل خير. فنحن لا ندعي التميز لكن نسعى إليه، وطبعا بتفاعلكم معنا ومع منشوراتنا فأنتم تساهمون بشكل كبير في زرع نبتة الحماس والتشجيع على نشر المزيد وتزويدكم بكل ما نتوصل إليه. فنحن لا ندعي العلم ولكن نشارك معكم تجاربنا وتجربتنا في هذا الميدان، فلا تنسونا إخواني الكرام من صالح دعائكم، ولا تنسوا الانضمام لعائلة قناة دواجن أبو علي فهذا يشرفنا والله، وأيضا لمن أراد التوصل بجديد القناة فليفعل زر الجرس. فدمتم في رعاية الله وحفظه، وجزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.